رغبتي وأملي في إبقاء أختي على قيد الحياة كان مصدر إلهام لشو أنا اليوم. مرض أختي كان خبيث ونادر مثل ما قلت، وكان خبيث لدرجة أن يقتل في ظرف أسابيع قليلة، ولكن مايقوقة ريم مش بس قدرت تعيش أكثر من سنة، وإنما قدرت كمان تنجب بنت. كانت ريم أختي على يقين تام أن اختيارها بحفاظ جنينها قد يحد من فرصتها بالبقاء على قيد الحياة، لأنه توجبت أن تتفادى العلاج الكيماوي لحتى ما تضر طفلتها. التزمت واحترمت قرارها، فالشجاعة مرة أخرى كانت في الموعد لكل منا، نفسي أنا وأختي. مرضها خلاني أحس بالمسؤولية أنه لازم أساعد أختي تبقى إيجابية متحمسة لتكافح مرضها. بديت أدرس كوتشينج حتى أساعد أختي أنها تتغلب على مخاوفها. أختي توفت من كم شهر، ومع وفاتها اكتشفت أنه فيني أساعد ناس كتير. حصلت على أعلى ماسترز تأهلني لأساعد الناس لتغير حياتها. اليوم أنا مدربة لطاقة الحياة، لكن الشجاعة تعلمتها من أمي بامبي.